بوشعيب من مدينة بومية إقليم ميدلت. حنا جزارة وكنديروا الشواء وكنجيو من مدينة بومية 4 أيام 5 أيام قبل الموسم كنجيو كنوجدوا للناس هذه الأكلات الشعبية. سميت هذه الأكلة؟ هذه الأكلة سميتو الشواء ديال الفران. هذا الشواء، الشواء بلدي ديال الفران بلدي. أنت اللي كتوجدو؟ هي نعم أسيدي، هذه حرفة هذه ورثناها من الجدود ديالنا. وحنا كنجيو فرحانين لهذا الموسم هذا وكنجيو غير نزورو ونتشافو مع الحباب والناس وكنوجدوا لهم هذا الشيء. وهذا الشيء راه بليا، هذا الموسم ضروري الانسان كيجي يزورو. ومرحبا. كيفاش كتوجدوا؟ شحال ديال الوقت باش توجدوا؟ الوقت كنوجدوا بالليل باش يوجد الصباح، باش الكليان كيجي كيلقى السلعه موجوده. الاثمنه؟ الاثمنه على الاثمنه بين ما بين 120 درهم حتى 100 درهم على حسب السوق. الا كان السوق طالع كنزيدوا شويه، كان السوق طايح كنطيحوا، حيت الكسيبه كنشريوها غير هنا. كيداير الموسم هذا العام؟ الموسم تبارك الله، الموسم تبارك الله راه عامر من بعد ما توقف عامين دابا ولا 3 سنين. راه كاين الناس جاوا يزوروا، الناس ضروري جاوا، الناس قنطانين في خواطرهم، راه خارجين يشوفوا مع الحباب. تقول المغاربه جاوا عندي؟ واللي بغى يجي لمنطقه هاد ايميل تشيل ومنطقه هاد الموسم راه الناس زوينين والناس شعبيين، واللي بغى يجي مرحبا به، وراه ثمن مناسب لا في المقاهي لا بالنسبه للاوطيلات، راه الامور عاديه، كل شيء غادي مزيان ان شاء الله. اللي بغى يجي عندي يجي عند بوشعيب اسوس من مدينه بومية المعروف بالشواء، الشواء البلدي. مرحبا بكم.